يناير 2022 الآن أمام القصر الجمهوري، الآن أمام القصر الجمهوري، الآن جموع هادرة من الشباب والمتظاهرين أمام القصر الجمهوري. دخلنا القصر الآن بعد ضرب من الخونة والمأجورين بكمية من الغاز المسيل للدموع. اقتحم الشباب والمسيرة اقتحمت شارع القصر، والآن من أمام القصر الجمهوري، الآن من أمام القصر الجمهوري. الآن من أمام القصر الجمهوري مليونية 28 فبراير 2022 اقتحم الجموع المسيرة شارع الجمهورية، والآن من أمام القصر الجمهوري الآن.